إن الآيس كريم مضر على الصحة وعلى الحلق ولا لا؟ طبعا السؤال هذا دائما هو يمكن يعتبر من أكثر الأشياء انتشارا على مر الأجيال. ليش؟ لا تأكل سكريم يعورك حلقك، لما تأكل سكريم حلقك يلتهب، إذا أكلت سكريم وحلقك ملتهب بتزيد المشكلة سوء. هل الكلام فعلا هذا صحيح ولا لا؟ إجابة على السؤال الماضي، طبعا الآيس كريم ما هو مضر تماما. الآيس كريم مفيد جدا، قد يعتبر مفيد جدا بالذات للناس اللي عندهم نزلة برد أو ألم في حلقهم أو التهاب فيروسي في الحلق. ليش؟ لأنه الآيس كريم يعتبر مسكن ويبدأ يخدر الأعصاب الموجودة في الحلق في الحنجرة من الداخل. عشان كده المريض اللي بعد عملية اللوز واللحمية نبدأ نعطي له آيس كريم عشان يبدأ يأكل ويتخدر الأعصاب هذه ويبدأ يأكل. في نفس الطريقة لو أنت ما سويت العملية برضو الآيس كريم يعتبر مفيد جدا، لأنه فعلا بيساعدك على أنك تعدي مرحلة الألم فما يكون عندك ألم. فإذا أحد من أقربائك أو أطفالك عنده التهاب بالحنجرة، طبعا نتكلم على التهاب فيروسي، ما بتكلم على التهاب البكتيري. التهاب البكتيري طبعا اللي يحتاج مضاد حيوي، مش نزلة البرد العادية. نزلة البرد في العادة الآيس كريم بيكون مفيد لها وبينفعها وبيقلل الألم. طيب خليني أقول لكم شوية دعاية عن الآيس كريم وأقول لكم شوية من فوائده. أول شيء الآيس كريم يعتبر مسكن للحنجرة زي ما قلنا في الالتهابات الفيروسية والالتهابات الحنجرة ونزلة البرد. الشغلة الثانية، الآيس كريم يعتبر مزيل للاكتئاب. إذا كنت تعاني من اكتئاب، نسبة الدهون الموجودة داخل الآيس كريم بتساعدك على أنك تنبسط أكثر. الناس اللي يقوموا الصباح ويبدأوا بيأكلوا آيس كريم أول شيء بيكونوا طاقتهم التوب، ولا في شيء في العالم يقدر يعطيك طاقة زي الآيس كريم لما تبدأ تأكله الصباح وتقوم وتبدأ يومك وانت آكل آيس كريم. طب هل معنى كلامي هذا اني اجلس اكل ايس كريم طول الوقت وسكريم وكذا واخلي الاولاد كلهم ياكلوا واهلي وكل شيء؟ لا، الموضوع مو زي كذا. الموضوع اي شيء طبعا يزيد عن حده ينقلب ضده، احنا عارفين القانون هذا وما اتوقع يحتاج انه نزيد عليه. لكن الايس كريم مفيد في بعض الحالات، يعني مثلا انا لو عندي التهاب بالحنجره باكل ايس كريم بتريح الحنجره اكثر. بعض الاحيان بتقول للمرضى اشربوا سوائل واشربوا سوائل واشربوا سوائل، المشكله في السوائل ما يقدروا يشربوها نتيجه الالام الحلق. الآيس كريم بيساعدك انك تتخلص من هذه المشاكل ويبدا شوي شوي ان شاء الله تتحسن امور الحلق وتقدر تشرب السوائل الكافيه. معلومه بسيطه برضو عن الفروزن يوغرت اللي هو الزبادي المثلج، دحين منتشره جدا في كل الاماكن، تلاقيها في كل المولات، تلاقي في ناس يروح ويقول لك والله انا ما باخذ آيس كريم مليان دهون ويتخني. الكلام ده يا جماعه الخير غير صحيح. طبعا هو مشبع صحيح بالدهون، لكن في دهون نحتاجها وفي دهون ما نحتاجها. في بعض الرجيمات اساسا يعتمدوا على الايس كريم في تنقيص الوزن. اللي ابغى اقوله انه خلاصه السكريات والمواد الموجوده في الزبادي قد تكون 10 اضعاف السكريات موجودة في الآيس كريم العادي اللي هو الموجود في الأماكن العادية. طبعا حتى الآيس كريم أبو عصاية والموجود في البقالات، هذا كل الآيس كريم يعتبر من الأنواع المفيدة اللي تساعد الإنسان طبعا على الحصول على الطاقة، على تسكين الألم وعلى النشاط طبعا وإزالة الاكتئاب والزعل في بعض الأحيان. آخر شيء أبغى أقوله، في الحلق يكون في التهاب بسيط اسم بكتيري ناتج عن بكتيري اسمه ستريبتوكوكس. الالتهاب هذا يعتبر ناتج من بكتيريا، فلما تشرب حليب أو أي من منتجات الحليب بالذات لو كان الآيس كريم فيه حليب وقتها ما بينفع معك وبيكون ضار. فلو كانت التهابات العادية التهابات الفيروسية ونزلات البرد في الغالب بيكون ذو فائدة عظيمة. جربوها إن شاء الله وتدعوا لي. إجابة على سؤال المتابعة، طبعا عندها طفلها ما يقول إلا بابا وماما وما يتكلم. طبعا عندنا ثلاثة مشاكل رئيسية في هذه الشغلة. إيش هي؟ المشكلة رقم واحد إنه في أعراض تتشابه بين فقدان السمع أو ضعف السمع ومشاكل طيف التوحد أو التوحد. اللي هي إيش؟ دائما في التوحد يقولوا إنه الطفل ما يستجيب إذا ناديته باسمه. ما أبغى أفجعكم الموضوع إن شاء الله ما يخوفه، إن شاء الله ما هو توحد، لكن التوحد له أعراض كثيرة أخرى كثيرة جدا. الأفضل زيارة طبيب أطفال أو طبيب نفسي لتشخيص حالة التوحد بصورة أفضل. أهم شيء اللي علينا إحنا الآن
انه نتاكد انه طفلنا يسمع بصوره جيده وما عنده اي مشاكل في السمع. هذا كيف تبدا؟ تبدا من الطفوله. اول ما يتولد الطفل لازم يتاكد قبل ما يخرج المستشفى انه عمل فحص ولا مسح السمع المبكر للمواليد. الشغله الثانيه المهمه في هذا الموضوع التاكد فعلا انه الطفل يبعد بعدا تام عن الاجهزه الذكيه. كثير من العيادة ما تتخيلوا قديش كمية المرضى اللي بيجوني في العيادة يشتكوا من انه ولدي اتأخر في الكلام وما يتكلم. انا معاكم الاخبار المطمئنة، في نسبة 25% من المرضى عندهم احتباس لغة. يعني ايش احتباس لغة؟ يعني يبدأ يجمع ويحفظ الكلمات لكن ما يتكلم الا لما يحتك باطفال مثله. لما يروح الروضة يبدأ ينطق ويتكلم، او لما يروح مع عيال عمه ويبدأ يتكلم مع الاطفال اللي في عمره يبدأ ينطق ويتكلم، وغالبا تسير على عمر 4 سنوات. قبل كده يكون خلينا نقول التواصل الاجتماعي في الطفل تكون سليمة وما في أي مشاكل. في حالة أنه الطفل عنده أي مشاكل، إيش الأشياء اللي تخلي الواحد يقلق على التوحد؟ من الأعراض المقلقة واللي تخلي الأطفال، أول شيء التوحد يبدأ من الطفولة جدا، يعني من عمر 8-9 شهور تبدأ تبان عليه الأعراض. زي إيش؟ يعني يبدأ يلعب بأشياء معينة وما يشارك اللي حوالينه في متعة. يعني مثلا لو لعب في لعبة تلاقي ما يطول في أمه ولا أبوه ويضحك ولا يحاول يتبادل معهم المشاعر والتواصل الاجتماعي مع من حوله. هذه من المشاكل الرئيسية صراحة اللي ممكن يشتكي منها مريض التوحد لا سمح الله. طبعا بالنسبة للسمع، مريض السمع ضعف السمع يتراوح، طبعا ضعف السمع درجات، ممكن المريض يكون عنده ضعف بسيط وممكن متوسط وممكن شديد لا سمح الله. شديد لا سمح الله ما ينطق، ما يقول ولا كلمة، لا بابا ولا ماما ولا شيء، وغالبا يبدأ بس يصارخ ويتكلم ويبدأ يبكي بطريقة هستيرية مخيفة وتخلي الأهل دائما يجون المستشفيات أو العيادات يشتكوا ويبغوا حل للمشكلة هذه. إجابة على السؤال حق المتابعة، يجب فحص الطفل فحص سمع دقيق عشان نتأكد انه الطفل يسمع بصورة سليمة. فقدان السمع حتى لو بسيط ممكن يكون لأي سبب، طبعا فقدان السمع يجي توصيلي، ممكن يكون حسي عصبي، ممكن يكون مشكلة في القوقعة، ممكن يكون شغلة في المخ. هذه الأشياء بيقدر يفيدك فيها طبيب أخصائي السمعيات أو طبيب الأنف وأذن الحنجرة أو طبيب استشاري أذن مختص. هذه الأشياء مهمة جدا أنك تفحصيها قبل ما نقدر نحكم على الطفل أنه يسمع ولا ما يسمع. في حالة أنه الطفل يسمع يبدأ نشيك على موضوع البيهيفير حقه، ولا خلينا أقول لك أخلاقيات وطريقة التعامل مع من حوله. هذه النقطة مرة مهمة أنه ما يكون فيها أي ريد فلاج ولا أي شيء يثير دهشتنا ويضطر أنه الواحد يحوله إلى طبيب نفسي أو أطفال. الشغلة الثالثة، إذا كانت الاثنين هدول سليمة، فحص السمع وفحص البيهيفير حقه، وقتها نبدأ نتابع المريض بالتخاطب والأمور طيبة إن شاء الله.